نحن الآن متواجدون بمنطقة العجرة، أين يعني يقوم الجيش العراقي بتفكيك السيارات المفخخة؟ احنا هسه بهاي المنطقة اسمها بيجوانة، وباتجاهنا قرية العوجة. اكو اهداف هسه راح ترميها الدبابة، لان اكو اهداف معادية امامنا راح نرميها بقذائف الدبابة. طبعا هاي اليوم المرحلة الثانية اللي بدينا بها من تقاطع الشورى باتجاه تقاطع عين الجحش. هاي القرية كانت ما مطهرة، ستم فرز قوة من قوات اللواء الثاني فرقة الرد السريع لتطهير المنطقة من الإرهابيين. احنا هسه القرية ما نقدر نقصفها ولا نقدر هاي نريد ندخلها راجلا، لأنه يتواجد بها عدد من السكان، فاحنا حفاظا على أرواح المدنيين بدنا نتباطأ بالتقدم عليه. فوتي فوتي. الآن نحاول الاقتراب أكثر لتصوير المواجهات مع مصدر داخل القرية اللي بيها العدو، وأنا متبرع من ناحية القيارة، يعني رافق القوات الأمنية لتحرير الموصل. أما المصدر الموجود داخل القرية هو مصدر ثقة ينطينا المعلومات العدو أول بأول. كم إرهابي الآن راهو الآن في القرية؟ تقريبا بحدود 10-15 أو ماكو أكثر أقل، وأعمارهم صغيرة، يعني مو تقولين يعني مقاتلين عندهم يجيدون القتال أو ما لم يعطيكم يعني نوع السلاح اللي يعرفهم الآن عندهم؟ نعم عندهم السلاح، سلاح نوع السلاح عنده سلاح خفيف هو، وهاون، فما يعرف يرمي بالهاون، هو يرمي عشوائي.